ابدأ. الناس ممكن لحد اللحظة دي مواطن عادي ما يبقاش عارف اكتر من انه ابدأ ساعدة المصنع الفلاني، ابدأ ساعدة الشركة الفلانية، ابدأ ساعدة المشروع العلاني. ابدأ بتعمل ايه؟ ابدأ بتعمل ثلاث حاجات رئيسية. حلو. بتعمل مشاريع جديدة، وبتطور مصانع قائمة، وبتعمل شغل برضو في التدريب والبحث والتطوير. جميل. في المشروعات الجديدة حصري عاملين حص زي ما حضرتك شفت ان الواردات تقريبا 95 مليار دولار. فاحنا في ابدا عاملين حصر بسلع تقريبا قيمتها 40 مليار دولار، مستهدفين ان احنا نشتغل عليها ونوطنها هنا في مصر. حاليا احنا شغالين على مشاريع بتساعد في تقليل الفجوه الاستيراديه ب 16 مليار دولار، 64 مشروع. في مشاريع برضو عندنا شغالين عليها ان احنا نعمل قيمة مضافة على المواد الخام الموجودة في مصر، زي الصودا، زي الرمال البيضاء والرمال السوداء. في برضو مشاريع الأسمدة الفوسفاتية، لان احنا عندنا في مصر برضو يعني الثروات كبيرة جدا من الفوسفات. ففي طبعا برضو شغالين على شق مستلزمات الانتاج. مع التطورات اللي حصلت بعد كورونا بقى في صعوبات في الاستيراد، مش بس عشان يعني مشكلات هنا في مصر، ده في المشكلات دي في كل العالم، في التوريدات مش منتظمه. فبقى المصنعين البديل يعني افضل بديل عندهم ان هو يحاول يوطن اكبر قدر ممكن من السلع الوسيطه اللي هو بيستخدمها هنا في مصر، خصوصا لو كان هيصدر المنتج بتاعه في الاخر. فابدا برضو بتجيب المصنعين اللي هم يعني مثلا لو سلعه معينه كذا مصنع بيستهلكها او محتاجه يعني الانتاج بكميات كبيره او لارج سكيل اوف برودكشن، بتجيبهم يقعدوا مع بعض تشوف ايه المواصفات اللي هم عايزينها، ايه الطريقه ان هم يعني الطريقه الامثل قانونيا وفنيا وانتاجيا وتسويقيا ان هم يخشوا يشاركوا في مصنع واحد، بحيث ان حجم الانتاج يلبي كل احتياجات السوق، وكمان يبقى فيه شريك اجنبي ياخد الجزء اللي هو يقدر يفيض عن احتياجات السوق يصدره بره. فنبقى احنا هنا استفدنا ان احنا شغلنا فرص عمل، يعني استقبلنا الاستثمار الاجنبي اللي عايز يجي مصر ينوع اماكن الانتاج اللي بيكون موجود فيها، عشان لو في بعض الاماكن حصلت فيها ازمه ما يبقاش هو مركز مصانعه في حته واحده. ده طبعا بيفيدنا ان احنا بنوفر موارد نقد اجنبي، وكمان بنقدر نعمل تصدير وبنستغل المواد الخام اللي عندنا وبنشغل عماله. على فكره احنا مصر عندها مقومات كتيره جدا في الصناعه، وفي مش بس مستثمرين مصريين، يعني ده في مستثمرين عرب واجانب وافارقه شايفين ان مصر فيها يعني فرصه كبيره جدا انها فيها المصانع بتاعتهم ان هم يصدروا منها كمان. المحور التاني بقى اللي احنا شغالين عليه محور دعم الصناعات القائمه. احنا التوجيه اللي عندنا ان احنا قبل يعني من سيادة الرئيس، لان سيادة الرئيس بيتابع المبادرة اسبوعيا، التوجيه اللي عندنا ان احنا قبل ما اروح افتح مصنع جديد لازم اشوف المصانع القائمة احتياجاتها، لو هي حابة تتوسع يقدر يضيف خطوط انتاج جديدة، محتاج اعادة تأهيل، محتاج ان انا استفيد منه. في بقى بعض المصانع كمان بتصادف يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنرصدها بيبقى مصنع يعني تقريبا كان عامل حسابه على ان هو دراسه الجدوى بتاعته بمبلغ معين او بتكلفه تمويل معين، فيجي مع يعني مع الازمات اللي حصلت عالميا وتاثيرها على مصر وكده، فيبقى محتاج احتياجات تمويليه اكتر، يبقى محتاج تسهيلات في الاجراءات، يبقى محتاج عماله مدربه، يبقى محتاج يعني محتاج مساعدات في التصدير، محتاج مساعدات في ان هو يجيب حاجات يستكمل خطوط الانتاج بتاعته، يبقى فاضل له يعني جزء بسيط ويدخل في حيز الانتاج او يبدا مراحل التشغيل. فده طبعا ابدا يعني بتدعمه بكل الطرق بالشراكه او يعني بالتعاون بقى مع كل الجهات المعنيه، سواء وزاره التجاره والصناعه، مجلس الوزراء، كل الجهات بتتكاتف معانا ان احنا نساعد الناس انها تقدر تشتغل وتنتج وتحافظ على العماله اللي فيها، وكمان لو تقدر انها تكسب وتحقق ربح. جميل. ده كده المحور الثاني. ده المحور الثاني. المحور الثالث بقى عندنا هو التدريب والبحث والتطوير. طبعا من ضمن ابدا شغاله على استراتيجيه مع يعني كتير من الجهات من الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني، علشان يبقى في استراتيجيه كبيره للتدريب، مستهدفين ان احنا نوصل بالتدريب ان احنا ندرب يعني ما بين 40 ل 50 الف عامل في السنه، بحيث ان العماله دي تقدر لما تروح تشتغل في المصانع
او تشتغل في يعني في الانتاج انها تبقى عندها القدرات اللي تاهلها انها تشتغل وتستمر ويبقى المنتج قادر ينافس في السوق. برضو طبعا من ضمن مقومات الصناعه طبعا برضو البحث والتطوير طبعاً. لان بره بيبقى في الانفاق على البحث والتطوير كبير جدا فالصناعات بتتطور كل يوم. فبيجي مثلا علشان بالذات المشروعات الصغيره والمتوسطه اما بتيجي عايزه انها تطور منتج او انها تصدره فالحاجات دي بتحتاج انها تودي منتجاتها للمعامل بره فالشحن والحاجات دي كان بياخد منها وقت طويل جدا. فبرضو ابدا شغاله مع خبراء اجانب على عمل بعض المعامل اللي هي مش موجود ليها مثيل في مصر. طيب بحيث ان احنا نساعد على التصدير. كلام عظيم.